دول يا جماعة. شوفوا هذه مشكلة اللي ما يركب كفرات شتوية، كفرات الثلج. شوفوا يا جماعة، وصلنا إلى أوزنقول. صراحة أول مرة في حياتي أشوف الثلج بالمستوى هذا في أوزنقول. هي تقريبا 11 سنة في طرابزون، لكن أول مرة في حياتي أشوف الثلج بالمستوى هذا صراحة. يعني تقدر تقولوا نص متر، إلى يمكن لو نطلع شوية فوق إلى متر تقريبا. طبعا من أهم النصائح اللي بعطيكم هي أشياء بقول لكم هي الآن. شوف، من أهم النصائح يا جماعة كفرات الثلج، طبعا لا تجوا هنا أوزنقول أو أي منطقة فيها ثلوج بدون الكفرات هذه، احتمال كبير أن السيارة تزحلق وتروحوا فيها. الله يحمي الجميع. شايفين المنطقة اللي خلفي هذه؟ هذه بحيرة أوزنقول على فكرة يا جماعة. شايفين كيف مثلجة؟ خلاص ثلوج. الله، شفت هذا الكلب ماشي فوق البحيرة. الله يستر، شكله مو عارف. أنا أذكر قبل يمكن تقريبا 6-7 سنوات كانت بحيرة برضو بنفس الطريقة هذه مثلجة، طلعت فوق والله. أي والله، خليه يطلع ده. أوسكار مو بالنادى. أوسكار يلا. هذا اللي شايفينه يا جماعة مطعم أدا. دائما لما تيجي أوزنقول هذا المطعم يكون فاتح طول السنة، شتاء صيف ما شاء الله يكون فاتح. إذا جيتوا دائما للثلوج لا تنسوا تجربة، تسوي التجربة دي. جيبوا معاكم توت والله آيس كريم. بدأ الهجوم علي. ها أنا أوريكم الحين. شوف الحجم. أخ تضرب مين دحين؟ أوريك. هذا عديل ابو مشاري. هيا ابو مشاري، اول زياره للثلج. ها اول مره. لا يا شيخ، انت خبره. الحين اوريك جمال شيء في الثلج ان الاطفال يستمتعوا، هم يصقعوا فيك. اجمل شيء يا جماعه لما تيجوا عند الشجر، تعال معي. تعرفون هذا كشك مين؟ كشك اللي يقول العالمية صعبة قوية. عالمية صعبة قوية. جحفلي 119 ونام والله يا ديبان. خلاص يا الزهراني راحت عليك. العالمية ما هي صعبة قوية. تحط بعد كذا يا عطية الزهراني. سأعود العام القادم بإذن الله. هذا حاط الانستغرام حقه وحاط الأمور كلها. هذه الكاسات. هذه الشخاميط طبعا اذا تعرفون من الفلوق الاول يمكن اللي فوز نقول. شفتوا يوم اقول لكم انه 70 و80 سنتي، يعني كيف الى نص الركبه. هذا لسه هو يمكن تقريبا ثابت الجبل.
شايفين البحيرة شبه متجمدة. دقيقة ما سارك ما هو كذا أبو مشاهد بقوة شوية ابن الحلال. خلينا نصور لهم شوفوا كيف. شايفين كيف؟ لا لا شكلي أنا بنزل أطلع فوق. ها نقدر؟ لا أنزل؟ مغامرة. لا ننزل من قدام هناك. أنا بنزل خلاص قررت. لا بنزل خلاص. شايفين هذا يا جماعة؟ ثلجت والله الموية هنا. شوف شوف خايف امسك واحدة تطيح. هذه كلها فوق كلها فوق. والله زي السكريه ومشغل. والله سكريم. شوفوا يا جماعة إذا جيتوا برضو لا تنسوا تسووا الحركة هذه. شوف أحلى شيء لما تدخل أي مطعم الدفاية هذه والله يا تدفيك. شوف يا جماعة أنواع الراحة هنا في أوزنقول. راحة مفتوحة، راحة فراط، راحة مغلق. هذا طبعا يبغى يترجم الحلقوم، راحة الحلقوم يسموها. فجوجل الله يهديه قال له راحة مفتوحة وراحة مغلق. بعد ما شربنا القهوة وخلصنا الحمد لله هذا الجسر العثماني. نوريكم الإطلالة، نستودعكم الله من هنا إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله.